والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية زاد مع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. حياكم الله سيدنا، وأهلا وسهلا بك. حياكم الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمكم إن شاء الله. طبعا سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج هداية السائل منها بخصوص موضوع جدا مهم، هو قص المعدة. تدري هذه الأيام الأكثرية اللي ما يقدرون يسوون رجيم يلتجئون إلى هذه العملية، وهي عملية تصغير المعدة. هل من الممكن أنه أو هل هناك نظرة شرعية في خصوص قص المعدة، من حيث أنه ربما تعرض صاحبها إلى الموت؟ تفضلوا بجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في خصوص السؤال الذي تفضلتم به حول العملية الجراحية التي انتشرت في هذه الأزمان، وهي المقصود بها التنحيف، قص المعدة أو تصغيرها أو تحويل مثلا مجراها إلى آخره، هي أنواع وليس نوع واحد. نعم. إذا طبعا كان الأمن منها يعني لا تؤدي إلى موت صاحبها، هذه العملية هي في نفسها جائزة، يجوز عملها لأجل التنحيف. نعم. ولكن إذا كانت تعرض الإنسان ولو بنسبة مثلا معينة، تعرض حياة الإنسان للهلاك للموت، حينئذ لا يجوز في عمل هذه العملية. زين سيدنا، طبعا هو في بادئ الأمر طبعا أنه الدكتور ما راح يقول له، يعني أكثر الأطباء للأسف ما ينصحون المريض، بالنتيجة يقول له هو العملية ناجحة ومضمونة، والأكثر يدي يسوون هذه العملية وهذه هي ناجحة وما ينصحها. حس قلة قليلة فرضا مثلا انه يكونون ناصحين حقيقيين للمريض وسوى العملية وتوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ينبغي ان يعلم الاطباء كلهم ان عدم ذكر مثلا المخاطر للمريض يعرضهم إلى أن يكونون شريكين شركاء في موت هذا الإنسان إذا مات طبعا، لأنهم سبب في موته. ما يعني هم أجروا العملية وهم يدرون كل الزين أنه قد يسبب إلى هلاكه، قد يسبب موته، فلذلك هم متسببين وعليهم الضمان. نعم. طبعا ينبغي عليهم أن يضمنوا حياة هذا الرجل، فإذا يعني سكتوا أو يعني غطوا مسألة مثلا خطورة هذه العملية على المريض، هم في هذه الحالة يضمنون حياته، يضمنون الدية. نعم. عليهم الدية إذا مات. أحسنتم، بارك الله بك. ننتقل إلى الأخ علي من كربلاء. السلام عليكم يا أبو حسين، حياك الله. يا اهلا وسهلا بك، كل الهلا. سؤال. تفضلوا. ما في شيخ تيجي وش وقت عم يكمل؟ عفوا؟ الشيخ. جنابك على الهواء مباشرة يا أبو حسين. برنامجنا برنامج
هداية السائل لأجوبة المسائل الفقهية. شنو زين، عندك سؤال؟ بلي يعني عم يساعد الناس بعد كل أجر، بلي يعني عم يساعد الناس كل أجر. طبعا كل أجر إن شاء الله راح أتناول هذا الموضوع. نعم طبعا سماحة السيد، بخصوص سؤال آخر من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، من ناخذ هذا الاتصال ويانا أم علي من واسطة. السلام عليكم يا أم علي. عليكم السلام سيدنا. يا أهلا وسهلا بكم. ممكن أكلم السيد؟ إيه بلي جلابكم على الهواء مباشرة، تفضلي يا أم علي. سيدنا عندي الوالدة، نعم. هي رجلها يعني كلش متابعة لها بها، العفو يعني الدكتور ما قال لها ما تقدر ينفصلني يعني إلا على رحلة. زين. بها توافان. سيدنا تقول شلون أصلي يعني أنا بهاي الحالة؟ واضح واضح يا يعني معالي، بخدمتكم يا حياكم الله. شكرا لكم يا معالي. طبعا سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج ذات الزائل بخصوص الإسمايلات اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالخصوص هذه هي تكون بالمحادثات، هل هذه، طبعا هذه الإسمايلات هي بصورة عامة هي معبرة، هناك معبرة عن الحزن، هناك معبرة عن الفرح، هناك معبرة عن قضايا لا أخلاقية، هناك معبرة عن الشتيمة إلى آخره. هل هذه الإسمايلات يعني نقدر نخلي لها إطار شرعي، أو هل من يرسل هذه الإسمايلات بكل أنواعها، إن كانت اليوم واحد يريد يرسلها إلى صديق أو إلى غريب، هل هناك محذور شرعي في هذه الإسمايلات؟ بسم تفضل. الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة تعود إلى النظرة العرفية لها، هل مثلا العرف يراها شتيمة، مثلا إذا واحد أرسل هذا النوع اللي تفضلتم به من الرسوم التعبيرية، هل تعد شتيمة عرفا؟ نعم هل تعد مثلا بحسب التعبير التي يعبر عنها، بحسب الفهم العرفي لها، هل يعولون عليها؟ يعني مثلا إذا واحد أرسل مثلا واحدة من هذه الرسوم التعبيرية والتي تدعى بالإسمايلات، العرف ماذا يراها؟ هل يراها حقيقة نفس الكلام نفس الكلمات؟ يعني مثلا إذا كانت ابتسامة، هل يراها أن هذا تعبير بنفس الكلمة أنني مبتسم، أو مثلا معبس أو يضحك أو غيرها؟ وهل يعول عليها العرف؟ يعني العرف يأخذ بها يفهمها؟ نعم ممكن يفهمها، ولكن هل يرتب الآثار عليها بحيث لو أنها كانت تعبر عن شتيمة مثلا، فهل هذا الآخر اللي وصلته هاي الرسوم التعبيرية، هل يرتب الآثار عليها؟ يعني هل يعاتبه، يعاتب المرسل، يقول له ليش شتمتني، أو مثلا يشتمه بالمقابل، أو أو لربما مثلا، تصير قومة أو عشائرية. على قولتك قومة عشائرية مثلا يقاومه، هل يرتب عليها الأثر العرف؟ هنا الشرع مع الفهم العرفي، فإذا كان العرف يراها فعلا شتيمة، نعم حينئذ يرتب عليها الأثر ويقول هي شتيمة والشاتم يعزى. أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى الأخ عباس من كربلاء. السلام عليكم يا عباس، وعليكم السلام ورحمة الله، شلون اتفضل أخبارك؟ يا حبيبي، في دول قلبك. شلون سيدنا، شلون أحوالك الله الله يعزك؟ يسلمك، يا علي شانك يا حبيبي، حياك الله. الله يعطيك العافية ورحمة الله والديك. نعم إن شاء سؤال الله. والله للسيد، بالنسبة للبيع والمشتراء مال السيارات، شتوتات عندنا هنا بكربلاء ما في شغلة، نعم يعني شرطي مثلا هي سعرها سالك ب5 ملايين، تبيعها ياخذونها جماعة بالأقساط ب6 ملايين ونص أو 7 ملايين، يعطونا كل مقدمة بالراس بدهم، يعطونا كل شهر النوم، أنت تحط كل شهر يعطونا لك 250. زين، ايش قد المقدمة يعطون؟ المقدمة مثلا ايش قد يعطونها فرق، ايش قد مثلا فرق، مثلا فرق هذه نقول 1.5 مليون، يعطون إياها 1.5 مليون،
يبقى راس المال عندهم يعطونك شهر 250. ها واضح 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 واضح. شكرا رحم الله وجهك. سؤال اخر عندك يا عباس؟ لا رحم الله وجهك. شكرا خادمك خادمك يا حياك الله. ننتقل الى ام ويا ام رقيه من يا محافظه كنترول. ام رقيه من واسطه. السلام عليكم ام رقيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمكم حياكم الله. ممكن اشارك؟ بلي جناكم على الهواء مباشره تفضلوا. الله يسلمك. انا حامل بالشهر الثالث. نعم. ومطلوبه صيام من رمضان اسمر. نعم. ايوه زين انا عند بدايه حامل يعني شلون اخاف هسه حاليا اصوم؟ يعني اخاف اطفل. يعني بهاي الحاله ايش اسوي؟ تمام. أيوه. وبالنسبة عندي سؤال ثاني إن شاء نعم. الله إذا الله خلانا عدلين إن شاء الله رمضان يجي تقريبا يصير إلي 5 أشهر. نعم. زين بهاي الحالة ممكن أصوم مثلا يومين وأفطر يومين يعني شيء متقطع يصير؟ واضح خدمتكم. أي والله يعني يا ريت الإجابة. يا حياك الله يا خيتي كل الهلا الله يسلمك إن شاء الله. طبعا عندنا نرجع إلى الأخت أم علي من واسط أشارت إلى والدتها وصلاتها من جلوس. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طبعا راجعت الدكتور والدكتور قال لها أنه ما يصير تتحركين مثلا أو لازم تكون صلاتك مثلا محددة بحدود معينة كان يكون من جلوس أو مثلا يعني أو على رحلة كما تفضلت الأخت المتصلة. نعم هذا بحسب أيضا مرضها وبحسب قول الدكتور. تؤدي الصلاة بحسب ما تستطيع من حركات الصلاة، فإذا كانت تستطيع للقيام تؤدي القيام. مسألة الركوع إذا كانت تستطيع أن تركع بالشكل الطبيعي تركع بالشكل الطبيعي، ولكن إذا ما كانت تركع بالشكل الطبيعي يعني بالشكل اللي تقدر له أو بالمقدار اللي تقدر له، وإذا حتى هذا المقدار ما تقدر تشير إلى الركوع بيديها مثلا أو برموش عينيها، يعني تشير هكذا للركوع، وهكذا السجود، وهكذا أيضا القيام. إذا كانت قادرة للقيام نعم تقوم وتكبر وتؤدي اللي عليها. أما إذا ما كانت قادرة فقط بمقدار بس التكبيرة تكبر من قيام وتقعد على الكرسي تقرأ الحمد والصورة التي بعدها ثم تؤدي حركة الركوع وحركة السجود. كل حركة من حركات الصلاة تؤديها بالمقدار اللي تقدر له، أما المقدار اللي مثلا ما تقدر له تعوفه خلاص، المقدار اللي تقدر له سوي بالطريقة اللي أنا أذكرتها الآن. أحسنت بارك الله بك. كذلك عندنا عباس من كربلاء أشار إلى البيع والشراء وموضوع الآجل، ولكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل نأخذ ويانا أم عباس من بغداد. السلام عليكم يا أم عباس. وعليكم السلام. شلونك؟ حياكم الله يا أهلا وسهلا بكم. تعرفي أنا عندي سؤال. نعم. أنا العام كنت يعني برمضان الفات أنا كنت حامل 3 أشهر. نعم. هي التوأمة. فصمت حوالي يعني 5 أيام وتخربطت. بدي. كل هالسنة أنا هم يعني الطلب مالي ما أقدر يا توب يا توب الصيام. يعني بدي. غير مع الكفارة لو ما صام 60 مسكين. واضح واضح واضح. خدمتكم. شكرا لسؤالك يا أم عباس من بغداد. طبعا سماحة السيد نرجع إلى موضوع الأخ عباس من كربلاء أشار إلى موضوع البيع والشراء والآجل ودفعوا جماعة ينطون بس يعني خلينا نقول من الأصل المجموع الكلي إذا كان 7 ملايين يعطون فد 2 مليون مقدمة بعدين يقسموها شهريا، هل هذه المعاملة صحيحة؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام بيع وشراء ومتفقين على سعر السيارة من البداية اتفقوا على مبلغ معين مثلا لنقل 10 ملايين ودفعوا على يعني على ما ذكر 1.5 مليون والباقي يقسط، المفروض هو هاي 10 ملايين سواء كان نقدي أو
مقدمة وأقساط، تكون هي بالضبط هذه اللي اتفقوا عليها، يعني الرقم الذي اتفقوا عليه من البداية سواء كان نقدا أو كان بالآجل، لا زيادة ولا نقيصة، تكون المعاملة صحيحة حينئذ. أحسنتم. أم رقية وأم عباس من بغداد، موضوعهم موضوع الصيام وكذلك موضوعهم موضوع الحمل. إذا جنابكم كان السؤال واضح أكون في خدمتكم بالموضوع، يعني هم يقصدون أنه يريد على رمضان هذا الآتي. خلي لعد أقرأ لك السؤال. نعم. الأول، السؤال الأول للأخت أم رقية تقول أنه أنا حاليا هي بالشهر الثالث ومطلوبة صيام من العام. نعم. زين، وتقول ما أقدر أصوم، هل من الممكن إذا أجى شهر رمضان هذا بالسلامة أنه تصوم يومين وبعدها تفطر يومين؟ يعني من الآن إلى رمضان الجاي؟ أيام شهر رمضان تحديدا. لا، في رمضان زي. لا، ما تختار أنه تصوم يومين وتفطر يومين زي. أنا كنت أظنها أنها تقصد القضاء. زين، خلي نأخذ يعني سؤالها العاد بالتفصيل حتى بلي. تكون عندك الصورة واضحة. هي حاليا بشهر الثالث بلي. ومطلوبة من العام وما تقدر تقضي بلي. هذا سؤال، هذا أول السؤال. انتهينا من بلي. عنده. أما في أيام شهر رمضان هي راح تكون تقريبا بشهر الخامس، هل من الممكن يومين تصوم ويومين تفطر لو لا؟ زين، خلينا نجاوب على الأول. على الأول بلي. الأول من أنها مطلوبة والآن هي حامل ولا تستطيع أن تصوم. نعم. إذا قدرت تصوم بها ونعمت، لكن إذا شافت نفسها تتأذى أو الأذى يلحقها هي أو يلحق الجنين اللي بطنها، خلص ما تصوم الآن، وعليها أن تدفع فدية عن مقدار هاي الأيام المطلوبتها. وبعد ذلك يعني بعد يعني رمضان هذا الآتي تقضيهن مع دفع فدية أخرى يسموها فدية تأخير القضاء، والفدية مقدارها عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، عن كل يوم 3/4 الكيلو، يعني كيلو إلا ربع من الطعام تؤدى إلى الفقير عن كل يوم من هذه الأيام اللي عليها فوائد. أحسنتم. أما مسألة رمضان كله واجب، ما تقدر تفصل به إنه يومين تصوم ويومين تفطر، ما تقدر. إما أن تصوم هذا رمضان وتقول على نفسها إنه أنا قادرة على الصيام، أو تجرب روحها وتشوف نفسها هي قادرة على الصيام وماكو مشكلة، أو لا تخاف على جنينها أو تخاف على نفسها جراء الصيام، لأن لربما هي ضعيفة ما تقدر، لا سمح الله عندها مثلا فد عارض معين، استشارت الدكتور وقال لها لا تصومين، من القبيل من هذه الأسباب، حينئذ ما تصوم وإنما تفطر وتقضيهن بعد رمضان، أو عدها مجال من رمضان الآتي إلى رمضان المقبل، يعني هذا المجال إلها للقضاء. أما إذا أخرته لا، حينئذ تدفع فدية زيادة يسموها فدية تأخير القضاء. أحسنتم. ويانا كذلك الأخ محمد الشمري. السلام عليكم يا محمد الشمري. السلام عليكم أخي العزيز. كل الهلا، حياك الله. تحية لك وضيفك الكريم. الله يسلمك، الله يحيي أصلك يا عمري. أخويا العزيز، أصلك بدون زحمة، تريدنا بدون زحمة. عندي سؤال شوية مدوخني أنا أكثري، ما دائما ألتقط مسائل أو سادة. بلي، تفضل. رحم الله والديك. دائما إحنا عندنا بالروايات الجميع مختلف العلماء، عندنا القادة اللي يطلعون ويا الإمام الحجة عجل الله فرجه 313. بلي زين. انا هسه بس معذره قبل لا تدخل يعني تكمل سؤالك، بس خلي افهم جناب اخو، تعرف برنامجنا فقهي، فاسئلتنا تكون اسئلتكم لازم تكون ضمن الاطار الفقهي. اذا اما عقائدي ف يعني اخذ سؤالك، اذا بقى عندي وقت من الحلقه اطرح سؤالك. ما سالي عقائد، انا بسالك يلا خادم. رحم الله والديك.
الزوار اللي يروحون للإمام الحسين 313 بحدود الملايين 20 مليون صحيح عندنا واحدة من الاثنين. أما الروايات في جميع الكتب غير موضوطة وهذا حسب لأن هذا مرجع نسويهم. وأما الزوار مع الإمام الحسين كلهم ما مقبولين وهذا حسب لأن عندنا هواي ناس جاي تروح للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وجاي يعطيهم الإمام الحسين وهذا السبب المتأخر عليه الإمام الحجة 313 قائد. أريد تشير لهاي الرواية أو لهذا الكلام ماشي أنت أكثر من السيد. طبعا خليني اقول لك فد مساله يا محمد الشمري، انا ممتن لهذا سؤالك بس هذا سؤالك جدا بسيط ان شاء الله راح نجاوب عليه في نهايه الحلقه اذا كان عندنا وقت. متفقين خو؟ لان هواي اسئله عندي والبرنامج هو قائم على الاسئله الفقهيه مو الاسئله العقائديه ولا الاسئله المهدويه. بخدمتك انا، شكرا لك، يحفظك الله. كذلك عندنا ام عباس من بغداد، او خلي قبل لا اروح السؤال الاخت ام عباس نشوف الاخت ام مؤمل من بغداد. السلام عليكم يا ام مؤمل. السلام خويا، بس سؤال عندنا يا سيد. نعم. بالنسبه للعمليه تكميم، نعم، يعني انا الدكتور قال لي اذا ما تسوينها يعني انت راح تتحملين اضرار، لان يعني عندي مضاعفات بالكبد وبالسكر وبالضغط، يعني هو ما حرام علي انا راح اتعرض عليها اسويها. هي عمليه مال شنو؟ تجميل قلتي؟ مال تكميم. تكميم. ها واضح واضح. اي هو الدكتور قال اذا ما تسويها انت راح تتمرضين اكثر واكثر. واضح واضح واضح. في خدمة. بالنسبة لاطفالي. نعم. اطفالي دائما اتعصب عليهم واعذبهم، يعني هو ما حرام. تعصبين عليهم شنو تسوي لهم؟ اعذبهم. تسبيهم. خدمتك، حياكم الله. كذلك عندنا ام عباس من بغداد اشارت الى انه هي العام مطلوبه 5 ايام وهذه السنه ما تقدر او ما قدرت تقضيه ولا راح تقدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان مثلا عدم قدرتها على القضاء لعارض معين يجعلها لا تستطيع القضاء، حينئذ يباح لها أنه ما تقضيهن. نعم. تقضيهن بعدين بعد رمضان. نعم. وعليها فدية تأخير القضاء. أما إذا هيك كان كيفي أنه ما تقدر تقضي مو لعارض معين، يعني مزاجية مزاجا مثلا كذا، يعني نفس الحكم. أحسن. تقريبا. أحسن. كذلك عندنا أم مؤمن من بغداد سمعت سؤالها أو السؤالين، الأول حول العملية والثاني حول تربية الأولاد. تفضلوا. حول أول مرة العملية. كان السؤال حول عملية تكميم المعدة. بلي بلي بلي. أنا يعني فقط سمعت السؤال ولكن الدكتور جواب الدكتور قال لها يا با إذا ما تسويها ترى هذه مو زين على صحتك. بلي طبعا بما أنه الدكتور هو في يعني يحسن به الظن المفروض لأنه مراجعة الخبراء هذه من الأعراف العقلائية اللي قربها الشرع من أنه لابد من الرجوع إلى الخبير. نعم. في فنه، والدكتور هو خبير في فنه، فإذا نصح وقال مثلا للمريضة أنه ترى مو زين على صحتك أو تتعرضين مثلا إلى مضاعفات إلى آخره، حينئذ لابد أن يصدق لأن هو. نعم. ماكو غير هاي المسألة، لابد أن يصدق وتروح وتسوي العملية اللي هي عملية تكميم المعدة اللي هي تقريبا شبيهة بالسؤال اللي ابتدأنا به البرنامج حول قص المعدة. بلي. التكميم والقص هو ترى من باب واحد يعني. أحسنتم. كذلك بخصوص تربية الأولاد أنه تعاقبهم وتسبهم، هل هو هذا جائز؟ هي طبعا هي أمهم يعني. طبعا. المباشرة طبعا، ولكن أنا قبل لا بلد. ندخل في هذا انه اريد اسال انه التشريع الاسلامي او الخلق الاسلامي كان ضمن هذه، مستحيل يكون في ضمن هذا الاطار وفي ضمن هذا المضمار في باب التربيه. لابد هناك وضع اساس ووضع ثوابت لتربيه الابناء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
نحن في كثير من الحلقات في البرنامج ذكرنا هذه المسألة مرارا، وهي أن الشرع الإسلامي في مسألة التربية وضع أسس وقواعد رصينة ويعني مأخوذة من قبل المشرع نفسه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعني في تربيتهم لأولادهم يتبعون طرق ويتبعون أساليب تجعل الطفل يعني في حقيقة الأمر ينشأ نشأة إيمانية صحيحة، صحيح العقائد، كذلك رجل وشجاع وكريم إلى آخره، مثلا من الأخلاق العامة، أكو أخلاق عامة أكو أخلاق خاصة، كلاهما يعني يزرعونها في الطفل من بداية نشأته. وفي الرواية التي المنسوبة أيضا للأئمة عليهم الصلاة والسلام، اتركوهم سبعا وأدبوهم سبعا ورافقوهم سبعا، يعني الألفاظ الرواية ليست كما هي وإنما بما هو مضمونه. هذا النوع من التربية في الحقيقة يؤدي عمله، لأن ترك الطفل سبعة في السبعة الأولى يلهو ويلعب، وهذا هو ما هو يناسب طبيعته، طبيعة الطفل. إلى سبعة سنوات يبدأ في بعد ذلك بتربيته وتعليمه وتأديبه على الأخلاق العامة والخاصة، إلى أن يصير عمره 14 سنة، يعني هو سن التكليف، بعد ذلك ينبغي عليه أن يحصل الملكات العلمية أو الملكات الأخلاقية مثلا من قبل أبوه إلى آخره. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد، وباقي لي شيء تقريبا دقيقتين. عندنا أم علي من صلاح الدين تقول: هل من الممكن أن أخلع الحجاب أمام ابن حماية عمره 15 سنة بإيجاز سيدنا؟ ابن حماها، نعم. المقصود به يعني مثلا إما أخو الزوج أو ابن أخو الزوج، نعم. هذا المقصود ابن الحما. نعم، إذا كانت هي أجنبية وغريبة عليه، نعم، تلبس عباية من عنده. هل يجوز الصلاة أمام المرأة؟ مكروه. مكروه. كذلك سماحة السيد كنترول، ايش قال باقي لنا وقت؟ للأسف انتهى الوقت. شكرا لكم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، موفقين إن شاء الله، بارك الله فيك. الله يخليك. حياك الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الله. الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.